عقد مجلس الولايات بالتعاون مع شبكة منظمات المجتمع المدني صباح اليوم ورشة عمل حول سبل تعزيز عملية تنفيذ السلام وإنجاح الحوار الوطني. ولدى مخاطبته فاتحة أعمال الورشة، دعا رئيس المجلس جوزيف بولشان جميع الأطراف إلى الانضمام إلى عملية السلام والحوار الوطني، مؤكدا في ذات الوقت أن السلام ما زال حي وأن الجميع شركاء في تنفيذ ما تبقى من الاتفاقية. من جانبها أكدت السيدة أيان ميري ماجوك رئيسة لجنة السلام والمصالحة بالمجلس أن الورشة يأتي في إطار تقريب وجهات النظر حول السلام والحوار الوطني بين الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. الليلة بمبادرة من لجنة النهضة والسلام والمصالحة ومجلس الولايات كان عملنا ورشة ليوم واحد مع تاسك فورس اللي هم كواليشن او مجموعه بتاع تحالف بتاع منظمات المجتمع المدني، وهم كان عندهم دور في الفتره اللي فاتت اللي هو في مراقبه تنفيذ عمليه السلام في النشط في البلد بتاعنا. ونتيجه الاجتماعات كان عقدناه في اللجنه شفنا انه كويس الناس يكونوا في صوره في الشغل بتاع سيفل سوسايتيز، لانه مرات كثير بنسمع انه في تقارير منظمات المجتمع المدني بتقدمه، ومرات بيكون في شكاوي من سيفل سوسايتي، مرات بيكون عندهم اراء على مستوى اللجنه. قلنا بيكون كويس انه نقعد ونكون عارفين المنظمات المجتمع المدني انهم بيعملوا في شيء. فالليله قعدنا وكل اعضاء المجلس استمعنا ممكن جزء من التقارير بتاعتهم، وكان في اثنين هم الراي بتاعهم كمنظمات المجتمع المدني كان في الحوار الماشي. إلى ذلك قال السيد رجب مهندس المدير التنفيذي لشبكة منظمات المجتمع المدني إن الورشة تأتي في إطار تبادل المعلومات والآراء بين جميع الأطراف خاصة مع الجهات الحكومية. Council members and then also discuss how we could collaboratively work towards supporting the peace process. From the report that we shared with the council on implementation of the peace agreement, we said the agreement has not sufficiently delivered on its mandate. The commitments of the agreement have not been fully implemented, and the transitional period is soon ending. So with this situation, it is no longer possible for South Sudan and parties to the peace agreement to fully implement the remaining commitments of the peace agreement. And so it is important in that case for the parties to go and participate in the revitalization process in an inclusive manner and in a manner that takes into consideration the views of people consulted. Civil Society Alliance organized a seminar for members of the Council of States to share views on the peace revitalization process. The Speaker of the Council of State, Joseph Bolchan, called on South Sudanese to join the peace process to restore stability in the country. Speaker Bol said the ongoing national dialogue is crucial in the transformation of the country. The chairperson of gender in the Council of States, Mary Ayan Majok, said it is important for the Civil Society Alliance to work with the government to achieve peace. The representative of the civil society, Rajab Mohandis, said the alliance is part of the solution to the problems affecting the country. كان عملنا ورشة ليوم واحد مع تاسك فورس اللي هم كواليشن أو مجموعة بتاع تحالف بتاع منظمات المجتمع المدني، وهم كان عندهم دور في الفترة اللي فاتت اللي هو في مراقبة تنفيذ عملية السلام في النشط في البلد بتاعنا. ونتيجة الاجتماعات كان عقدناه في اللجنة شفنا إنه كويس الناس